فرناندو حداد المتحدث من أصل لبناني يصل إلى أحد أهم المراكز في البرازيل، تقرير جوال إزايلي. من بلدة عين عطا الواقعة في قضاء رشية في البقاع الغربي، ينحدر فرناندو حداد الرئيس الجديد لبلدية ساو باولو عاصمة البرازيل الاقتصادية وثاني مدن القارة الأمريكية من حيث عدد السكان، ليصبح مرشح حزب العمال الفائز بالانتخابات من لبنانيي الاغتراب الذين وصلوا إلى أهم المراكز المرموقة في الخارج. هذا النجاح لابن بلدة عين عطا ولد فخرا كبيرا لدى أهالي المنطقة الذين يتذكرون زيارته عام 2006 لمسقط رأسه، حيث تقطن عائلة عبد الحق في المنزل الذي كان في السابق ملكا لجد فرناندو الأب حبيب حداد قبل أن يهاجر إلى البرازيل برفقة ابنه خليل والد فرناندو. هنا تحتفظ السيدة نظيرة عبد الحق بصورة قديمة للأب حداد وأخرى لفرناندو. بالراس والعين ابن بلدنا وأخينا الكبير إن الله راضي هو أهله. معلوم نفتخر لنا الشرف. يكفي هالأصالة اللي هو فيها إنه حب يجي على بلد بيا وجده. قطف من الرمان شلخة بيسة وأخذها معه بركة على البرازيل. هيدا بيكون شرف لإلنا إنه أبناء عين عطا موجودين بكل بلدان العالم بمناصب عالية، بنتمنى له التوفيق، بنتمنى له العودة على بلده. لمنزل الحداد قصة يرويها جميع من في بلدة عين عطا، فهنا الكل يتذكر الأب حداد بتقدير كبير. هيدا البيت كان ساكن فيه وكان بيملكه الخوري حبيب الحداد اللي كان عنصر أساسي في هاي البلدة مع مشايخ هاي البلدة لحل كل قضايا البلدة ومشاكلها، كان مركز إذا بدك للتعاون بهاي البلدة بكل أطيافها كان الدينية أو حتى العائلية، كانوا يجوا على هذا البيت الكريم يحلوا المشكلة وينطلقوا من هون كل الناس كانت تفل مبسوطة ومرتاحة. عام 2006 عاد فرناندو حداد إلى جذوره حين كان وزيرا للتربية. هنا استقبل بحفاوة، شعر بحنين كبير وقبل أرضية منزل جده، ساهم في إنشاء مكتبة عامة وغادر حاملا معه حفنة من تراب البلدة كي تذكره دوما بوطنه الأم لبنان.